مرحبا يا أصدقاء، يا رب تكونوا في أفضل حال. اليوم الجزء الأول من الدرس الرابع، وبنشرح فيه الحوائط في برنامج الرفة المعماري، وبينقسم الدرس لثلاث أجزاء رئيسية. في الجزء الأول بنعرف خطوات إنشاء أو رسم الحوائط. الجزء الثاني نتعلم الطرق المتاحة للتعديل على حوائط، مثل على شكل أو بروفايل الحائط والتعديل على بعض الخصائص، إضافة السويبس والريفيتس. أما الجزء الثالث والأخير بنتعلم طريقة التعديل على هيكل الحائط. في بعض الدروس اللي شاركتها في السابق على القناة ولها علاقة بالنقاط اللي بنشرحها بهذا الدرس، لو تحب تستزيد وتتعلم أكثر فبقول لك عليها لما يجي وقتها، وبترك كل روابط الدروس اللي بذكرها في مربع الوصف عشان تصل لها أسرع، أكيد مع روابط الدروس السابقة من هذه السلسلة. كل الروابط بتكون تحت عنوان الدروس السابقة. بنبدأ بالجزء الأول ونتعلم كيف نرسم الحوائط، بس قبلها بنفتح فيو ثانية عشان نقدر نشوف بوضوح النقاط اللي بنشرحها مع بعض. نفتح واحد من الإليفيشنز أو ممكن نفتح حتى 3D، بعدها نضغط على WT للتايل فيو، وبعدها ZA للزوم أول تفت. ممكن نستخدم الاختصار عشان نبدأ نرسم الوول، WA على الكيبورد، أو نروح للأركيتكتشر تاب ومن الوول نختارها من هنا ونشوف دائما الاختصار بين القوسين، نضغط عليها. الحين عندنا بعض أظهرت بالكونتكستوال تاب بعض الاختيارات، وأيضا في البروبرتيز ممكن نبدأ نختارها، بس هذه الاختيارات ممكن نختارها قبل وبعد، هل يفرق ولا لا؟ بوريك بدل ما أقول لك علشان تتذكر بالتطبيق العملي. نبدأ نرسم الحائط الأول، نضغط النقطة الأولى وبعدها نتحرك. لو نعرف طول الحائط ممكن نكتب على طول العدد وإحنا نرسم، أو أننا نشوف بالشاشة لما نوصل للعدد اللي نبغاه، وبعدها نضغط النقطة الثانية ونطلع من هذا الأمر. الحين نحدد على الحائط ونبدأ نغير في الخصائص. ممكن نغير نوع الول، ممكن نختاره glass، ممكن نخليه من level 1 أوكي لين level 3، ممكن نختار الاختيارات الثانية، طبعا لسه نعدل على هذا الحائط. تمام، الحين نبغى نكمل ونرسم بالمخطط من هذا الحائط، نضغط على WA، بنشوف انه كل شيء رجع للبيسك وما كأننا اخترنا ولا اختيار، وبنرجع يعني نختار الاختيارات اللي اخترناها مرة ثانية. ممكن نستخدم التولز اللي تعلمناها في الدروس السابقة، ممكن نضغط على الـ MA للـ Match Type Property وناخذ من هذا الحائط نحط على هذا الحائط، أو ممكن أن نختار Create Similar، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار Create Similar، أو نختارها هنا من التولز. لكن من الأفضل مدام ما نخلص عارفين وإحنا نبي نستمر نرسم الحوائط بنفس النوع وبنفس الخصائص أن نختارها قبل لا نرسم. نضغط على WA مرة ثانية ونشوف باقي الاختيارات. الحين عرفنا طبعا إحنا نرسم نختار الخصائص قبل أو بعد، فعلى حسب هل أنت بتستمر تستخدم هذا الحائط فاختار الخصائص قبل لا ترسم عشان ما تتعب وانت تختار، او انك تستخدم الادوات علشان تحط نفس الحائط. بالنسبة للبروبرتيز، اول اختيار عندنا هنا لما نفتح هذه القائمة انواع الحوائط المتاحة. لما تحط يدك على الصورة المصغرة تحط يعني الماوس، بيكون باينت لك الصورة، وبنشوف انه في بعض الحوائط بتكون متكونة من عدة طبقات وفي بعضها من طبقة واحدة، ممكن سنجل لاير او ملتيبل لايرز. على حسب هذه بتكون الحوائط وأنواعها المتاحة عندك القالب اللي بدأت فيه. في بعض القوالب يعني إحنا لما نبدأ ويكون عندنا الديفولت نضغط على Ctrl N، هذه القوالب اللي متاحة مع الرفت لما ننزله، لكن ممكن تنشئ القالب الخاص فيك، وتعلمنا هذا الشيء بدروس سابقة تعلمنا على درسين، وممكن تشتري قوالب من النت، في ناس تبيع قوالب تكون مجهزة ببعض الخصائص اللي ممكن تستفيد منها وما تضيع وقت وأنت بتشتغل، فعلى حسب هذه الأنواع اللي تكون موجودة عندك، بس ممكن خصوصا إذا أنت طالب أنك تكتفي بالأنواع اللي هنا. بعدها عندنا هنا في الأعلى مجموعة من الأشكال أو الشيبس اللي ممكن نستخدمها علشان نرسم. ممكن نرسم بالمستطيل، نحط النقطة الأولى، WA مرة ثانية طلع من الأمر، نحط النقطة الأولى بعدها نسحب ونحط النقطة الثانية، ودائما طبعا لما نحط يدنا على أو الماوس، أنا دائما أقول أحط يدنا، أنا قصدي أحط الماوس على واحد من هذه الأدوات بيقول لنا كيف نستخدمها بفيديو وأيضا بكتابة، وأيضا لما نبدأ بس نحط عيننا على الستاتس بار وبيقول لنا إيش نسوي يعني الخطوات. في بعض التولز يعني لما نختار مثلا البوليجون هذا أو هذا بيجيب لنا عدد السايدز، ممكن نحطها 6، ممكن نحطها 8، 12، العدد اللي انت تبغاه.
بس الأدوات يعني كلها سهلة الاستخدام، يعني تضغط مثلا على هذا الشكل، تضغط النقطة الأولى، بعدها النقطة الثانية، بعدها النقطة الثالثة، يعني كل تول على حسب يعني كم نقطة لازم نسويها. اللاين بس نقطتين، نقطة البداية ونقطة النهاية. الحين لما نجي نرسم، في عندنا لازم نحدد له هو يرسم الحائط من وين لوين. كونسترين ممكن نسميها أو قيود. احنا نقول للول هذا احنا ليه ليفل 1، لاننا احنا بدأنا نرسم بليفل 1، بس لما نروح مثلا ليفل 3 نضغط على WE بنشوف انه بدأ لنا من ليفل 3، يعني غالبا بيجيب لك انك تبدأ بالليفل اللي انت فيه. وعندنا بعدها اننا البيس اوفست ممكن نحطه بعدد موجب او يعني ما نحط علامة، او ممكن نحطها بالناقص، ممكن نحطها ماينس 300، نضغط على انتر ونبدأ نرسم، بنشوف من البداية للنهاية كذا. لما نحطها بعدد ناقص بينزل لنا على تحت، وممكن نحطها بعدد طبعا موجب بيطلع لنا اياها على فوق. انتر، بتكون بهذا الشكل. عندنا هنا التوب كونسترين وعندنا انكونكتد هايت وفي توب اوفست. لما نخليها بالتوب كونسترين انكونكتد يعني غير متصله، ما نخليها متصله لاي ليفل، عندنا هنا نقدر نحط الارتفاع اللي احنا نبغاه. مثلا نضغط على انتر بنشوف انه هنا حطينا الارتفاع وحدد لنا اياه، وممكن لا نختار انه يوصل لنا اياه ليفل معين، ممكن نحطه الليفل 4، وبعدها بنشوف انه unconnected height خلاص ما نقدر نتحكم فيه. ليه؟ لانه خلاص احنا ربطنا الحائط بالليفل. وعندنا التوب اوفست نفس فكرة البيس اوفست، ممكن نحطه موجب او سالب ويتحرك على اساسه. احنا طبعا لما فتحنا الاليفيشن نشوف انه هذه فيه الاسهم الصغيرة اللي ممكن نتحرك، بنحركها يعني منها، وطبعا الاعداد اللي هنا بتتحرك على اساسها. يعني بنشوف خلاص البيس اوفست لما حركنا على تحت لين ليفل 1 صار لونه ازرق، صارت صفر. وطبعا ممكن نكبر طول وعرض الحائط. لما نرسم الحائط لما نبغى نطلع من الامر نطلع نضغط على الاسكيب كي مرتين. لما نضغط مرة واحدة بيكون طلع لنا يعني خلانا خلاص نرسم هذا الحائط، بس هو لسه بالأمر وممكن نستمر بالرسم. لكن لو نبغى نطلع منه تماما نضغط على الاسكيب كي مرتين ورا بعض، فكذا طلع لنا من الأمر تماما. وممكن أيضا الأسهم اللي تحكمنا فيها في الإليفيشن، مو بس في الإليفيشن، ممكن طبعا بسكشن أو حتى في 3D، ممكن نروح نحدد عليها. طبعا احنا كذا في 3D بس نحدد عليها ونتحرك بهذا الشكل. يعني ممكن نتحكم بالحوائط من 3D، من سكشن، من إليفيشن، بس حاول قد ما تقدر أنك تكون دقيق وتشوف كل الخطوات اللي أنت بتسويها بوضوح، عشان ما تتفاجأ أنه رسمت هذا الحائط لا ما يلاقي زي كذا. لا خلاص خليك متأكد وين ترسم الحوائط. عشان نغير على شكل الحائط أو نعدل على البروفايل، كل اللي بنسويه أنه نحدد عليه ونضغط ضغطتين. وممكن ايضا يكون الاختيار نختاره من الموديفاي لما نحدد على الحائط edit profile، نضغط عليه. لما نكون نضغط من المخطط على اي حائط ممكن نضغط عليه ضغطتين وما يكون فاتحين فيو مناسبه ان نسوي له edit، هو بيقترح علينا الرفت go to view ويحدد لنا انه من الافضل ان نروح مثلا او الايست او الويست elevation عشان نسوي لها edit. انت بس اختارها واضغط على open view عشان يفتح لك اياها وتبدا تسوي فيها الedit. نضغط على هذا الحائط اللي قدامنا ونختار على Edit Profile من الـ South Elevation. بعدها ممكن نختار، ممكن نحذف ونرسم الشكل اللي احنا نبغاه، ممكن نرسم بهذا الشكل مثلا الحائط، بعدها نسوي Trim TR على الكيبورد مثلا ونضبطها بهذا الشكل، وبعدها نضغط على الصح وكذا غيرنا شكل الحائط لهذا الشكل. وممكن طبعا نغير أي شكل احنا نبغاه، بس نضغط ضغطتين ونعدل عليه بأي شكل، مثلا نرسم شكل ثاني مختلف، نختار اللاين مثلا بهذا الشكل، نضغط بس لما نخلص على علامة الصح، لو تبغى تكنسل اضغط على الإكس، نضغط على الصح فكذا صار عندنا بهذا الشكل. لو نحب نتراجع ونرجع الحائط لشكله الأصلي بس نحدد عليه ونختار هذا الاختيار Reset Profile، بيرجعه بالضبط زي ما كان. ممكن نربط الحائط بمجموعة من العناصر أو نفصله عن مجموعة من العناصر نخليهم غير مرتبطات ببعض. لما نحدد على أي حائط بنشوف أنه بيكون عندنا اختيار Attach و Detach، سواء للتوب
من الأعلى أو للبيس من القاعدة، وممكن نسوي له فصل أو ديتاتش. طيب نسوي له أتاتش ودي أتاتش الإيش؟ ممكن الروفز وفلورز وسيلينجز، يعني هذه العناصر اللي ممكن نربطها، نربط الحائط فيها أو نسوي له أتاتش فيها. طيب كيف نسوي أتاتش ودي أتاتش؟ إحنا سوينا الخطوة الأولى إننا حددنا على الحائط اللي نبغى نسوي له مثلا أتاتش، بعدها نختاره من الاختيارات. هنا بيكون نحدد على العنصر اللي نبغى نخلي الحائط أتاتش أو مربوط له، فمثلا حددنا على هذا الروف، الحين صار مربوط له، لما نحدد عليه نسوي له موف مثلا، بنشوف إنه الحائط تحرك معه، تشوف هنا في 3D إنه تحرك كذا معه، لما ننزله أو مثلا من هنا نغير من الموديفاي نخلي مثلا البيس أوفست زيرو، يرجع المكان ورجع معاه الول، يعني لما يتحركون يتحركون مع بعض. لو نبغى نسوي له دي اتاتش نفصله عنه نخليهم غير مرتبطين مع بعض، نحدد على الحائط اللي نبغاه ونختار دي اتاتش، وبعدها نضغط مرة ثانية على الروف أو الفلور أو السيلينج اللي عندنا، فكذا صار غير مربوط فيه، ولما يتحرك خلاص هذا الروف ما رح يتحرك طبعا مع الحائط لأنهم مو مرتبطين مع بعض. في درس على القناة تكلمنا عن الأتاتش ودي أتاتش وشارك فيه بعض النصائح والحيل ممكن تستفيد منه. ممكن نضيف السويبس والريفيلز على الحوائط بأننا نروح للأركتكتشر تاب من الوول، نفتح السهم الصغير الأسود اللي تحتها ونختار إما سويب أو ريفيل، ونتأكد أن البيفيو تسمح لنا أننا نضيفه. لو رحت على ليفل 1 أو أي فلور بلان بنشوف أن هذه الاختيارات تكون غير مفعلة، فتأكد أنك بيفيو أو الأكتف فيو تسمح لك أنك تضيف سويبس وريفيلز. فمثلاً اخترنا الأكتيف فيو هي 3D، بنروح للوول ونختار إن نضيف سويب، بيكون هنا إن ممكن بعدين لما نضيف أنواع ثانية نختار النوع اللي إحنا نبغاه، وبعدها في البليسمنت عندنا اختيارين، إما نضيفها بشكل عرضي أو نضيفها بشكل طولي، وبعدها الحين بس في الشاشة نحدد المكان اللي نبغاه. طبعاً بعدها ممكن نحط عدد معين بالtemporary dimensions أو الdimensions المؤقتة، ممكن نضيف هنا، طبعا لسه عندنا الاختيار، وممكن نلف ونكمل ونضيف. لو طلعت من الأمر وفي حوائط ثانية تبغى تضيف عليها ممكن بس انك تحدد عليها على الشاشة، وبعدها بيطلع لك اختيار add and remove، وتضيف مثلا على هذا الحائط. لو تبغى تحذف بس اضغط على الحائط الثاني فشار لك هي، وزي كذا بس تضيف او تحذف من هذه الاختيارات. والريفيل نفس الشيء، بنروح للوول ونختار والريفيل، من هنا نخليه vertical ونضيفه بهذا الشكل على الحائط. بعدها ممكن نحدد على الريفيل اللي احنا اضفناه، ومن البروبرتيز نضغط على الاديت تايب، من هنا في عندنا في تحت الكونستراكشن بروفايل كانه مو باين لنا شيء، لكن بس نضغط ضغطة واحدة عليه بيبان سهم صغير كذا. لو ضغطنا عليه بيكون عندنا دروب داون منيو، ممكن نختار نوع او شكل البروفايل اللي احنا نبغاه. لو لسه نبغى نشوفه ممكن نضغط على ابلاي قبل لا نطلع من القائمة، لكن لو خلاص اللي اخترناه اوكي نضغط على اوكي. في 3 دروس في القناة عن السويبس والريفيلز، الدرس الأول شرحنا فيه الأساسيات والطرق الممكنة لإضافتها وبعض التفاصيل اللي ممكن تكون تحتاجها. في الدرس الثاني والثالث كانت كلها تتكلم عن الوزارات أو النعلات أو السكيرتينج بورد. الدرس الثاني كان أكثر عام وكيف نحسب أطوالها، لكن الدرس الثالث كان بيتكلم على نوع معين من الوزارات وهو الوزارة المخفية أو الفلاش سكيرتينج بورد. بالجزء الأخير من هذا الدرس بنتعلم كيف نغير على هيكل الحائط لو كان متكون من عدة طبقات، كيف نسويها؟ قلنا في البداية إنه لما نختار الوول بيكون عندنا مجموعة من الاختيارات، بعضها مكونة من طبقة واحدة بس أو من one layer، وبعضها يكون مكون من عدة طبقات، فهذا اللي نبغى نتعلم نسويه الحين. وكمثال بنسوي نفس هذا الحائط بهذا الحائط، عشان نشوف كل الطبقات بنغير من الفيو كنترول بار الفاين لهذا الفيو عشان نشوف كل الطبقات، لأنه لو كنت مختار اختيار ثاني ما راح تشوفها، فبس اتأكد إنها على فاين. نحدد على هذا الحائط، نضغط على Edit Type، وبعدها نضغط على Duplicate عشان ما نغير بخصائص هذا الحائط، نسوي زي حائط جديد، نضغط على OK. من الستركتر نضغط على Edit. ممكن طبعا هذه الويندو نكبرها لو احتجنا إننا نشوف بشكل أوضح. بعدها نبغى نضيف الطبقات اللي احنا نبغى نضيفها، كم طبقة بس نضغط على Insert، وطبعا ممكن نحدد على أي طبقة بعدين ما نبغاها ونضغط على Delete أو إنه Up and Down عشان نغير بترتيبها. بس كذا نضيف الطبقات اللي احنا نبغاها. الخطوة الأولى اللي بنسويها إنه نبغى نضيف Thicknesses لكل Layer،
هذه اللاير عشان نخليها زيرو بس نبي نختار الفنكشن لها عشان ما يحذفها تكون زي الغشاء. هذه اللاير نحددها ونحذفها، نضغط على ديليت. الخطوة الثانية انه بنحدد ونحدد لها الماتيريال، نضغط على هذه الثلاث نقاط ونختار الماتيريال لكل واحدة من هذه الطبقات. الخطوة الثالثة بنحدد الفنكشن لكل واحدة من هذه الطبقات. لما نختار على finish 1 معناتها الطبقة اللي في الاكستيرير، لما يكون finish 2 بتكون هي اللي في الانتيرير. النقطة الأخيرة إننا بنحرك الكور باوندريز، بنحطها بالأماكن الصحيحة عشان بعدين لما تكون الجوينت، لما نرسم مجموعة من الحوائط جنب بعض تكون الجوينت مرسومة بالشكل الصحيح، فبس نحدد عليها بهذا الشكل وننزلها على تحت. طبعاً على حسب تصميم الحائط اللي عندك، مثلاً هذا نرفعه على فوق وبعدها نضغط على أوكي، نضغط على أوكي وكذا يكون رسمنا نفس الحائط بالضبط، بس إننا نسوي له فليب عشان يكون مرسوم بالاتجاه الصحيح. وهذه أهم المعلومات لدرس اليوم، إن شاء الله كان خفيف لطيف سهل الفهم والاستيعاب. لو استفدت أشعرني بالضغط على زر الإعجاب وبكون شاكرة ومقدرة لدعمك الدائم. في الدرس القادم بشارك بعض النصائح والحيل الخاصة بالحوائط في البرنامج، فلو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أتمنى لك كل التوفيق والسداد، ونلتقي في فيديو الأسبوع القادم في أمان الله.